ليه؟ وينك؟ تأخر اتصالك، انتظرك أنا من اليوم. طيب طيب ما عليك، أنا عندي واحد ونروح له الحين، برسل لك موقع على الجوال، ولا تنسى الأغراض معك. يلا هلا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو أخباركم شباب؟ السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟ ها بشروا، كيف التدريبات؟ والله كثروا علينا التدريبات اليومين. تدري ايش اللي حازب خاطري اليومين يا شباب؟ اللي قاعدين يفجرون أنفسهم، يحسبونهم على حق، هم الله العظيم على باطل، وهذه مصيبة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. العدو يعجز عن تحطيم الأمة من الداخل فيزرع الوباء خارجها، وهذه والله مصيبة. يا شباب أنا مرهق، أبي أنام، تكفون لحد يصحيني. قوم قوم، ورانا تدريبات تكتيكات جديدة. يلا يا شباب شدوا حيلكم. وحنا كفو بإذن الله. يلا حيهم يا هلا. يا هلا والله. زارتنا البركة. الله يبارك فيك. ورا الزوز. والله بشونك. خليل شفنا القهوة. يا هلا. شخباركم؟ شلونك طيب؟ عساكم طيبين؟ وشو العلوم؟ شلونك طيب؟ كيف حالك؟ كيف الحال؟ شخباركم؟ اخبار الشباب؟ ما واجهت خيانة اللي من دفعتنا؟ والله اني بعضهم واجهتهم بعضهم اتمنى. الله صار طيب. حتى اعطي الدلة. هذا زميل دراسة المون عليه. اي والله تمام. ما عرفتنا على خويك. هذا خوي عواد، هذا زميل دراسة. كيف حالكم؟ الحمد لله. والله تمام الحمد لله. اخبارك؟ اخباركم؟ بشر ما قدمت ما صار شيء. والله على الله. يعني ما جاء رد والله ما جاء شيء، كل ما نجي ياخذون الملف وحط رقمك ونرسل لك وعليها. طبعا انت اللي ما معه واسطه ما تمشي امور ولا ايش تبينا نسوي؟ تقسمه نصيب واحد بس. شو سوي؟ بس والله شعلومك. والله تمام الحمد لله. تعال خذ صب لنا شاي. شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. يعني ما ردوا لك خبرك؟ والله مرة. حط ملفك وحط رقمك ونرسل لك وعليها. وعليها؟ ابد. هذه الواسطة هي موجودة. ايش تبينا نسوي؟ واحد ما بليد حيلة. طلعنا عليك وجيت. والله انك عزيز وغال، لكن تخبر الاشغال احيانا ما نقدر نقول. الله يعينك. واخبار العلوم؟ والله احنا مشتقنا على الجانب اكلين بالبلد. لكن يعني تلقى أجنبي راتبه جاي دكتور راتبه 50-60 ألف، وانت راتبك حتى قلت لك ما لقيت وظيفة يا راعي الديرة. وش تبينا؟ ما في مكان نحطنا بالملف. لكنه صادق التقديم الأخير ما قدمت عليه يعني؟ والله قدمت وقالوا إن شاء الله يرسل لك، واللي قدمت عنده يعني كلامه يطمن شوي، بس إنه عليه ما ندري إيش يصير، نقول إن شاء الله. والله ما ندري، يمكن تجيزل لك الوضع جالس بالبيت وبالاستراحة وب... ما في مكان ما حطيت بملفي. ما في ملف أصلا، ما شريته. كل مكان وحط ملفك ونرسل لك، وحط ملف وعليه. تعال خذ البريق يا خليل. ما في شيء ما قدمت عليه، ما في ملف ما حطيته، بس ولا وحدة. لا لا، ألبلة أجل كذا، أجل ألبلة كذا بالدولة. إيش دخل الدولة؟ دليل الله يرحم والديك يا عبد الله. الله يلبل من الدولة. الحين بالله معجب وضعك انت، الحين يجيبون واحد من برا غريب عند ديرتك ويجيبونه هنا ويوظفونه ب70 ألف 60 ألف، وانت تشوفه بعينك، يمكن تشوفه حاجات بعينك، حقك مأكول قدام عينك. وانت اذا هذا على كلامك انت تقول ما في مكان طشيت فيه ملف ولا في دائرة حكومية اللي جيتها، واذا توظفت على 3000 4000 وهو يجيبون من برا على 70 ألف 60 ألف، ايش تبي تسوي يا اخي؟ معي شهادة. وانت معك شهادة، وانت ولد البلد، وانت احق منها بالبلد هذا. يوظفونهم على 50 ألف على 60 ألف، وانت على 3000 يمكن ما تحصل بعد. شو حتى 3000؟ هذا اذا لقيت. وهذا اذا لقيت بعد 3000. لا يا اخي شوف الحمد لله، هذا حنا بامن ومان. ويا اخي شوف، ولا من ولا مان من الله، ولا من ولا مان الحمد لله. لكن انت جالس بالبيت، لا تزوجت ولا صرفت على اهلك ولا شيء. المجهودات بالحرمين والتوسعه والتوسعه. دقيقه دقيقه، ما دام قلت هذه،
احيانا احنا ترى مغششين، احيانا يجوز يصير قبر بمسجد وسط مسجد. احنا عندك مسجد بجامع ورا قبر الرسول موجود وسط مسجد، كيف يجي على قبر وسط مسجد؟ وصال شلون يجي قبر وسط مسجد؟ الواحد عاد ايش بيده؟ لا بيده لا نقدر، اذا انت ساكت وما هذا نقدر. في شباب الحين ما مسكتين على امر هذا وقولوا فعل. شوف شوف اخواننا هلا راقوا سوريا، شوف اطفالهم نسام تيتموا شتتوا وقتلوا من كل مكان. على منطقة القلمون المحاذية للحدود. هذا اللزقه لازم تكون مره مره منتبه. شوف حاول تركب معي بس بشوي. اثنين حاول الله ينعمك. ايوه سلام. بديت تفهم انت. ركب شوي شوي. يا سلام. ايوه. يا سلام عليك يا سلام. هذه بعد شوف تربى معي. جهل خرعنا اخوك هذا يا ولد، ما حقت قهوه قاعدين نشتغل حنا وجاني الدرام علينا. يلا يلا عدي ادخل خلك خلك من قهوه خلك من قهوه. ايوه من جديد الترسلات هذه احنا مع بعض ندخل جنبين خلي هذه حاله يا سلام. فهمت كل شيء؟ سلكناه ولبسناك تروح طبعا مع اخونا عبد العزيز كل امور كل شيء جاهز ان شاء الله. فهمت؟ يلا خلينا نرمي كل اللي عندك. عرفت الطريقه؟ ايه. والربيع وزبيد تشوفه من بعد ويمين يسار نياق وحليب وزبيد وكل شيء. يا سلام يا سلام. هذا الربيع يا ابو عطيه يجي الخير يجي الخير ان شاء الله يجينا خير. الله يجيب الخير ان شاء الله. يكثر الربيع يكثر الفرح وامطارك وايام ان شاء الله. ما شاء الله حبيبتي قاعده تلعب بلاي ستيشن ولا بعد تقصين زي ابوك. ها تدرين يا بابا ان القناصين يقنصون الاشرار عشان يحمون الابرياء. تدرين شلون ابوك يقنص؟ اول شيء يركز على الهدف وبعدين ياخذ نفس عميق ويقول وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى يضخم مره واحده. السلام عليكم. وعليكم السلام.
كيفك حبيبتي، شخبارك؟ ما ادري ايش اقول لك، والله طول اليوم وانا جالس اثث ما بين الاثاث وما بين مدري وشو، يعني ما ادري ايش اقول لك. بس جبت كلب اليوم. اي والله جبت كلب. يلا حبيبتي ان شاء الله قربنا. لحظه بالله، لحظه شوي. شوي وأكلمك، أوكي؟ السلام عليكم. إي نعم. بالله بس أنا إي بسجل بلاغ. شفت واحد. خلي ورا العشيره ذاك بس يراعي بعيون. ها ما اعرف ليه. ليه ما تعرف؟ حبي يقول من عندي علي. حجر مخك من هالجوم ويحس. يلا اخلص. ما اعرف. شغل مخك. شوف كسر راس ابوك الحين. يلا تلعبين معاه. والله تحدثني يا عيال. طيب عطها اليد هي تلعب. يلا تلعبين. شوفي لي نص ونص نص. يلا نكسر اليد. كل شيء لا تروحين معنا. ايوه لك تكسر. تعال استشم من امري. اقول لك اقول لك اقول السيارة. لا وين السيارة؟ اقول اسألك عن بنت بطنها شايب. شايب الشايب ميت والبنت حية. الشايب ميت والبنت حية. عارف هذا هو 500. أحسنت في حسانك. تشوف إن عارف. ذيبة 500 بس مغشش. ذيبة لا والله ما مغشش. طيب أقول أسألك عن عذرة حيلها في راسه. يا هلا. يلا حيو. الله حييك. بارك صك. طيب بخير الحمد لله. شلونك؟ الله يعافيك. شنو عن الوالد؟ شلونه؟ والله هذا الوالد بخير الحمد لله، لكن بفراشه ريال الحين يبي له متابعه ان شاء الله. الله يعينك. الله يشفيك. السلام عليكم. ما شاء الله. هالرياضي يا رجل، وين الرياضه؟ السكر ذبحنا. عليكم السلام. شوف انا جالس سبق لي ساعه بوقفه وطافني. واو. شو اخباركم؟ الله يعافيك. ما شاء الله سبقني. والله الجار ذبحنا السكر. ولا بد ما امشي كيلو 2 كيلو يوميا. والله يا شباب صارت سالفه اقولكم. ما اخذ كله في واحد قدام البيت، وانا يعني عرفت السياره، ما سياره دائما اشوفه بس هو ما عرفته اول مره اشوفه. المهم رجال مطلع مر سلاح شكله كلاش ورشاش شيء زي كذا، ومعها اسلحه واغراض، والله حاجات غريبه ومو طبيعي. انا ما اخذ لك، انا ادق لك على 9-0 وبلغ عليه. يا شيخ بالله بلغت. اي بس اسالك بالله، ما ترددت ابد ولا خفت؟ لا والله لا خفت ولا تردد، دائما كنت عارف شو تسوي وبلغ. ولا انت خايف من السين وجيم؟ لا عادي، وش اللي يعني وش سين وجيم؟ يا رجل شوف، انت كمواطن ترى كنت يعني اعتبر نفسك رجل امن الاول، يعني انت ما تدري يعني اللي جالس تسويه. انت جالس تحمي وطنك، تحمي بيتك، تحمي حارتك ومسجدك، تحمي جيرانك، وما تدري بعد يمكن يطلع مطلوب بعده شيء والله يرزقنا بمكافاه كذا ولا كذا. عشان الواحد هذا واجب اصلا قبل اي شيء. الله يكون بالعون ان شاء الله. يلا قوم حق تمريك. قوم ارجع هنا. ارجع هنا. لا شفت يا كانت كسر القزاز. هم ثلاث كلها ما وتشوف هالناس استعرست. واللي يروح واللي اضغط هنا. اي بعد اسكت يا امشي. جلست لي يومين استانس بها وناسه، وانا انحدر لهالديره. قلت خلني انزل الديره ومشيت. والعالم بقوا لحد هي مضالهم يمكن اسبوعين هم بهالمكان. الله يرحمه. لا تخين. لا ارجع اركب الطياره. هذول يحاربون معك ولا ضدك؟ لا استني. يلا ارجع اركب الطياره. ارجع. لا هذول مو هم ضدي. طيب ارجع اركب الطياره. يا حرام. ليش ذبحت الناس؟ ليش تذبحين الناس؟
ابو ساره بشرنا عن ساره. والله الحمد لله بخير وعافيه. لكن يوم شافت بنت خالته مع ايباد قالت بابا اشتري ايباد. والله اسمع يا محمد، انا ضد فكره انه اطفالنا وشبابنا يستخدمون الاجهزه هذه خصوصا بدون مراقبه ولا متابعه. وعندي اطفال بالمدرسه يقولون يا استاذ ان توصلنا الى فكره ان انقطعنا عن اهالينا وقاربنا بسبب الاجهزه هذه، خصوصا اذا استغلوا اصحاب الفكر الضال سواء من تويتر وشله تويتر استخدام سيء. يا رجل انتم مدرسين مسوي لي زحمه على الايباد، ترى عادي ما ادري ايش النظره السوداويه للتقنيه. المهم انت يعني شوف حق الايباد بالله لا تقدر تقول لي ممنوع، احنا بنا عيب برضو دائما التقنيه الحديثه دائما نحاربها ونمنعها وما ادري وش. ترى الموضوع مو كذا يا اخي، حط قواعد. الان نجي مثلا موضوع العباد، ترى مو دائما تظل نظره سوداويه شو فيها مدرس، انظر نظره ايجابيه. يعني جيب الاشياء اللي تشوف انها مفيده، جيب الاشياء اللي مثلا نزل برامج تشوف انها كويسه، سو رقابه، فعل الرقابه، فعل الرقابة الذاتية للولد انه هو يصير يعرف انه لي حدود متى استخدمه متى ما استخدمه. وانا بالعكس انا مع التقنية، ما لي ضدها، وانا اقول خليك كذا احسن لك، اقول صب صب قهوة بس، صب قهوة بس. خير خير بإذن الله. جواد جيتك الرسالة. ما مدانا بس يلا مشينا. يلا تطلب قام يطلب قام تطلب ربه خلص شغل مخك. يلا يا جماعه عاد انا استاذنكم. يلا السلام عليكم. والله ابو عطيه قل لنا الجواب، عطنا الجواب. لا لا علمك الجواب شغل مخك. لا تعرف شغل مخك. ما اعرف شغل. ما اعرفه. ليه؟ شو اسوي؟ اضرب يمين يسار ما تلقى وش؟ يعني اذا علمتك ما سويت لنا شيء. شغل. بس هي بس مره اعلمك فيه؟ اي ابد اخر مره. اخر مره. بس الثاني ما علم. العفريت. ودي اقوله. امانه. ما قلته. ودي يا رجل ما قلته. ودي اقوله والله ما طرت على بالي. جاهز؟ صور طيب. سأنطلق متلحفا بحزامي الناسف وسأكمل صلاتي في الجنة. لحظة، الجنة فيها صلاة؟ أحول. أنت تعلم الغيب؟ لا. أعد أعد. طيب يلا أبدأ. سأنطلق متلحفا بحزامي الناسف وسأكمل صلاتي في الجنة، والله لن أسكت عن إخوة الذين يقتلون في الشام، والله لأقتلن المشركين في جزيرة العرب، والجنة موعدي وحور العين أنسي. Thank you.
انا من الاسرع عشان اتابع الحامه وشوف لي وين اتجاه السياره واعطني اخر مستجدات. تعال تعال وانتبه تعال عندي دراسة. اجلس بيك ما شوي في المكتب ذاك. شلونك؟ الحمد لله. كيف الحال؟ طيب. خالدك واخوانك؟ ايه. عندك اخوان غيرهم؟ لا. عندك خوان؟ طيب ابوك ما اشوفه انا، ما وين ابوك؟ متوفى. مش توفى ابوك، كم له يعني؟ قبل سنتين. قبل سنتين. مريض كان هو؟ لا حد. في العشرة. المشتبه به الآن متوقف عند المسجد وأعتقد أن في عملية إرهابية، أطلب الدعم حالا. هنا معنا من في العشرة. يا اخي انا ماني خايف من الموت ولا هم من الموت، انا برضى الله والجنه. ما عليك يا خالد، انت على صح وهذول على خطا،
وان شاء الله كلنا من الخير، لازم تقضي عليهم حتى يقوم الدين، والله معك، هذول على خطا دائم. لا تفكر بشيء انت الا الجنه، انت ان شاء الله دقائق محدوده وان شاء الله كلنا الجنه باذن الله. بس انت جايبنا الساعه 10 بدري الحين ما في احد. ما عليك يا خالد، عشان تفتيش واحتياطات الامنيه. طيب الحين معقوله اللي انا لابسهم ذول المتفجرات بيفجرنا مسجد كامل؟ نعم، تفجر مسجد كامل. ذولي بيفجر مسجد كامل؟ نعم كله. وانت لا تفكر شيء الحين الا بالجنه، وانت ان شاء الله ما بقيت البضع دقائق، ان شاء الله بالجنه وان شاء الله كلنا على الخير. عدل الله اخوي موصيك عليك. ما عليك، ان شاء الله ستشفع له ان شاء الله يوم القيامه وستلتقون بالجنه باذن الله. اسكت 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 اسكت. تحرك ولا تفكر تهرب تضحك على طول. لا احد يقرب، ترمي الرهينة، لا احد يقرب، لا احد يقرب، لا احد يفكر يدخل، ترى اذبح الولد، ترى اذبح الولد، لا احد يقرب، راح اذبح ولا احد يدخل، لا احد يفكر انه يدخل. بس هد اعصابك، كلنا مسلمين، كلنا مسلمين، انت ما انت مسلمين، انت كفر انت، وكلنا ابناء الوطن، واترك الخلق، الخالق هو حسيبهم. انت مكفر انت، انت ما انت مسلمين، لا حد يجي، لا حد يقرب، اذبح الولد. الطفل ما له ذنب، الطفل ما له ذنب، خلينا نتفاهم. الا ذنبه كبير، باتري اكبر تحطونه مثلكم عسكري، بس يصير مثلكم كافر برته، لا حد يجي. ما انا مسلم نفسي، اي احد يفكر يدخل ولا اي حركه منكم انا راح اذبح الولد. هجوم تكتيكي، يوجد رهينة. ها
الهدف غير واضح، أكرر الهدف غير واضح، أكرر يوجد مصلين. نسبة الخطورة 95%، أكرر نسبة الخطورة 95%. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أوف، تم اسقاط الهدف. أرسل في عمليات، نرجو التوجه لإرسال ندى لأبطال إزالة المتفجرات لدخول الموقع، قد تم الرصد للمشتبه الثاني على سيارة من نوع كامري أزرق. علم علم أمرك. هدف واضح، هدف واضح. عمليات المطلوب على كامري موديل 2010 اللون ازرق، تم التوجه به الى شارع خالد بن الوليد.